أهلا وسهلا بالمشاهدين، نواصل آخر مساحاتنا الحوارية المباشرة في صباحاتنا الندية. شكرا لزميلنا عصام عباس من خلال التقرير. زي ما بدتوا في بالكم يعني الجودة، بعد نتكلم عن الجودة، الاسم بيحمل مضامين ومعاني سامية والاسم فضفاض، لكن الجودة هي النواة الرئيسة لتحقيق أفضل المعايير في مجالات الإنتاج المختلفة أو في المؤسسات. فإذا كان في جودة معناته يكون في تسويق جيد، في تطوير لمنتجات، في برضو إسهام مباشر في تشبيك العلاقات الداخلية والخارجية بناء على الجودة. الجودة بتضمن لنا استمرارية المنتج، استمرارية المؤسسة، واستمرارية العامل نفسه اللي بيعمل في بيئة لازم تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس. احنا سعداء جدا نكون بمعيتنا دكتور التوم سيد أحمد البطري، استشاري للإصلاح والتطوير الإداري والتنمية البشرية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري. حيكون حديثنا عن اليوم العالمي للجودة، بيحتفل العالم في شهر نوفمبر بالتحديد عامة باليوم العالمي للجودة. سعداء بيك صباحا، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. سعيد جدا أنه أكون اليوم في صباح الشروق نلقي الضوء على الجودة ومعايير الجودة وإصلاح الخدمة المدنية وتطوير الإداري للعملية الإدارية. الله يجزيك خير دكتور. الاسم فضفاض وبيحمل قطاعات مختلفة. نعم. قطاعات مختلفة بدون ذكر أسماء عشان ما نحصرها يعني. نعم. فبداية من للسادة المشاهدين، ما نقصد شنو بالجودة؟ الجودة تعني إتقان، إتقان العمل، إتقان المنتج، إتقان الخدمة وإحسان أدائها في بيئة عمل ذات جودة عالية تهيئ للعامل أن يعمل بروح الفريق لأداء عمل متميز لإخراج منتج متميز سواء كان سلعة أو خدمة. دكتور يعني الجودة دي في الأساس يعني بما معناها الكلي بعد ذاك نجي الراقبة وكذا، بتأتي من ضمير الإنسان الحي نفسه، صاحب المؤسسة. نعم. أو صاحب الخدمة اللي بتقدم فائدة بالنسبة. نعم. للمجتمع يعني. فقدر كيف برضو مهم إنه الجودة تكون في الضمير قبل ما تكون في المنتج. نعم نعم، قيم وأخلاقية المهنة تعتبر أساس الجودة، هي المعيار الأساسي اللي بتنطلق من عليه وتبنى عليه الجودة. على العامل أن يؤدي عمله بقيم وأخلاقيات تنعكس في سلوكيات إيجابية داعمة للتميز للتفوق، لكي يخرج لنا مخرجا متميزا ذو جودة عالية. طيب ده كلام طيب جميل جدا. احنا نتكلم دائما على اساس الاخلاق المتين بنبني عليه وباقي مشروعنا ويقدر يستمر بشكل جميل جدا. طيب عشان تتوفر الجودة المفروض تتوفر شنو في بيئة العمل؟ بيئة العمل، قبل ما اتكلم عن بيئة العمل، بالمناسبة نحن الان بنحتفل باليوم العالمي، هنجي له نفرد له مساحة يعني. طيب ايوه، بيئة العمل الجاذبة هي أن توفر لهذا العامل، وبالمناسبة كلمة عامل هي في الخدمة المدنية نقصد بها الموظف والعامل، كله يسمى عامل. نوفر لهذا العامل جميع الجوانب التي تحفزه على الإنتاج، جوانب مادية منها المرتب المجزي الذي يقيه من التسول، والامتيازات التي توفر له العمل بروح عالية، الجوانب الأخرى في بيئة العمل ليست في داخل العمل جوا. جوانب اجتماعية، رياض أطفال، أندية أسرية، كلها مترابطة مع بعض في بيئة العمل. بيئة العمل لا نعني بها المكتب. صحيح. فقط لا، لكي يجي المكتب يكون آمن في أسرته. جميل. في بيته. آه. يضمن وسيلة آمنة له، لأطفاله، للوصول إلى مدارسهم، في مدرسته يأمن عليه ويا حبذا. وهنالك بعض المؤسسات لديها رياض أطفال داخل، ومعظم العاملين في الخدمة المدنية الآن من العنصر النسائي، وأنا أحييهم هنا. هؤلاء يقع العبء مضاعف عليهن، عبء المكتب وعبء المنزل، فبتحتاج انه تكون في ظروف امنه، بيئه عمل امنه. فحينما توجد روضه اطفال
في وزارتها ومؤسستها تحس بالأمان والإطمئنان. هذه واحدة وأخريات أخرى. صحيح. نعم. دكتور، قبل ما نفصل في احتفالكم ورشكم وندواتكم حتعملوها إن شاء الله بمناسبة اليوم العالمي للجودة، في ذات النقطة يعني ارتياح الموظف أو العامل في الحقل المدني يعني هو نتائجه بتعكس على نشاطه وعلى خدمته في المؤسسة اللي بيعمل فيها أيا كانت يعني. فبنشوف برضه يعني في ظروفنا الصعبة اللي بنعيش الآن، الضغط الاقتصادي يعني، أولياء الأمور أو حتى أخواتنا أمهاتنا بيعملوا في ظروف صعبة وبيعملوا بدوامات مختلفة يعني، إذا ما كان في نفس الشركة في شركة ثانية أو مؤسسة أخرى، فده برضه مهم إنه نجيب عنده يعني المطلوب شنو من مؤسسات عشان تقدر توفر كل حاجيات الموظف. ولا نسب بعيدا يعني، في نحن في مرحلة من المراحل كانت كل احتياجات الموظف موجودة في داخل المؤسسات اللي هي كانت ما تسمى التعاونيات بقيمة الجملة. يوجد تعاون داخل المؤسسة توفر فيه للموظف كافة احتياجاته من السلع التموينية، لحوم، كل أنواعها. الآن هنالك مؤسسات حقيقة يعني وإن كان يغلب عليها الجانب الخاص، مثلا على سبيل المثال للحصر جياد الآن توفر بيئة عمل جاذبة في هذا المنحنى، بحيث إنه الموظف أو الموظفة ما يكون مشتت ذهنه وعقله وجسده في اللهس وراء توفير لقمة العيش الكريمة. توفير الآن في مشروع سلعتي، لكن ما أعرف وصل لوين. ينبغي أن يكون في كل مؤسسة تعاونية تفي باحتياجات الموظف بقيمة المنتج. وبرضو المؤسسات إنه تسعى إنه توفر مشاريع يعني بديلة بالنسبة للموظف عشان برضو يلقى فيها راحته ويكون عنده يعني مدخر بالنسبة لحياته. طيب، العالم أجمع بيحتفل يعني تقريبا 11، لكن شهر نوفمبر كله هو شهر الاحتفال بيوم الجودة. أنتم خصصين له شنو كاحتفالية أولى في السودان؟ طيب، هو الأمم المتحدة خصصت الخميس الثاني من كل شهر نوفمبر أن يكون هو اليوم العالمي للجودة، وفي هذا الشهر تختار كل مؤسسة اليوم الذي يناسبها. درجنا في السودان أنه نقيم هذا الاحتفال، المجلس الأعلى للجودة الشاملة كان يقيم هذا الاحتفال. الآن بمبادرة كريمة من وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط الاقتصادي، وحدة التطوير الإداري والجودة رعت ملتقى لوحدات التطوير الإداري والجودة بالوزارات الاتحادية. هذا الملتقى القصد منه أولا التفاكر والتشاور في ماذا نقدم ومن نحن. كثيرون يجهلون ما هو التطوير الإداري وما هي الجودة، سواء كان كمفاهيم أو كمؤسسات غائبة لدى الغالبية. خليك من المجتمع في داخل الخدمة المدنية، هذه المفاهيم وهذه المؤسسات غائبة تماماً في شاشة المجتمع السوداني والخدمة المدنية السودانية. هدفت وزارة المالية، وأنا أحيي الأستاذة وفاء أرو، حقيقة كانت مبادرة كريمة جداً والتقطت القفاص في ظل هذه العتمة التي تسود حالياً، فجمعت كل وحدات التطوير الإداري والجودة وعملت حوارات كثيرة، خرجت بمخرج إنه لابد من إنه نقيم ملتقى نبرز فيه الجوانب الإيجابية، ماذا قدمنا وماذا سنقدم. في هذه الورشة ستأتي معظم وحدات التطوير الإداري، هنالك وحدات متميزة منها وحدة الثروة الحيوانية، وحدة التطوير الإداري بالثروة الحيوانية، وحدة التطوير الإداري بالكهرباء، وحدة التطوير الإداري بديوان الضرائب، وستبرز ماذا قدمت خلال تلك السنوات وماذا ستقدم. في خلال هذا الملتقى سنقدم 3 أوراق عمل، منها سنقف على المفاهيم والإزدواجية ما بين التطوير الإداري والجودة. هي إزدواجية ليست في المفاهيم ولكن ازدواجية في المؤسسات. هنالك جسمان مستقلان يعملان
لا يعملان بروح الفريق، يعملان كل على حدة. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري، وهي ذات تاريخ تليد قديم منذ الاستقلال، والمجلس الأعلى للجودة الشامل والتميز، ونشأ حديثا في 2005. المفاهيم واحدة، مفاهيم التطوير الإداري والجودة واحدة، جميعها تسعى لتقديم خدمة متميزة، جميعها تسعى لإرضاء الزبون، جميعها تسعى إلى خدمة المجتمع بخدمة متميزة. طيب. نريد الآن أن نجمع هذه الأطراف بحيث أنه تعمل بروح الفريق الواحد. وده شيء ممتاز دكتور التوم. نحن لو ما عالجنا جذور المشكلة الرئيسة ما حنقدر نقدم منتج تسويقي ممتاز يصل لاقتصاد البلدان الثانية يعني ويستفيد منه السودان. فأنت في نقطة مهمة ذكرتها، من نحن وما المكنون أو المخزون عندنا عشان نقدر نقدمه بالنسبة للناس يعني. إذا كان في قطاعين كل ما مرة منصات التواصل الاجتماعي وتقارير حقيقية بترد بخصوص الثروة الحيوانية الكم الهائل اللي عندنا بيمشي وبيجي لأنه ما مطابق للمواصفات وللجودة أو كذا. فقدر كيف مهم من خلال هذه الورشة أنه تعال جذور المشكلة الرئيسية يعني بكل عفوية يعني. نعم. بدون تحسس. نعم. حقيقة أنا أحيي وحدة التطوير الإداري بالجودة، فيها طبيبات بيطريات متميزات، قمنا بعمل جيد جدا في هذا المجال وقدم خدمة للوزارة وبالتالي للسودان. لكن ما يعيب وحدة التطوير الإداري ليس على مستوى الثروة الحيوانية فحسب، بل على مستوى السودان ككل لا تجد الدعم والتأييد من الإدارة العليا، وده شرط أساسي من شروط الجودة. الجودة لكي تحقق أهدافها وغاياتها لابد وأن تجد السند والرعاية التامة من القيادة العليا، هي صاحبة القرار، هي التي ترعى المبادرات، هي التي تسوق هذه العملية إلى البر الآمن. إن غاب هذا الدور غابت العملية ككل. حقيقة وبكل شفافية هذا الدور غائب لدينا. طيب دكتور التوم. نعم. يعني أنت من خلال زاويتك وخبرتك في الإصلاح الإداري بتشوف من خلال هذه الورشة ممكن نطلع بشنو بشكل جاد حقيقة على أرض الواقع يتم تنفيذه حتى من قبل القيادة العليا يعني. أهم شيء حنطلع منه في هذه الورشة أولا توحيد المفاهيم، بحيث أن الناس كلها تكون فاهمة أن التطوير الإداري هو غايته الجودة والتميز والإتقان. الشيء الثاني اجتماع هذه المجموعات وقادة حوارات كثيرة قبل هذا الملتقى ستعمل من خلال روح الفريق الواحد، هذه أهم مخرج حنخرج به. الشيء الثاني حنشعر القيادات العليا في جميع الوزارات الاتحادية بأهمية هذه الوحدات وأهمية دورها. هنالك إنجازات قد يجهلها هؤلاء القادة ويجهلها المجتمع. على سبيل المثال فقط هذا الجواز الإلكتروني، هذا الجواز الإلكتروني واحد من إبداعات إخصائي التطوير الإداري والجودة. وبالمناسبة عمل هذه الوحدات هو عمل بحثي علمي تطبيقي ميداني يدرس المشكلة ويسعى إلى إيجاد الحلول لها. طيب ده كلام ممتاز دكتور. الجودة ما تقتصر فقط على المؤسسات اللي هي بتعمل في السودان، ولكن سمعة السودان هي الأولى، والصورة الذهنية اللي بترسم يعني بالنسبة للعالم الخارجي هي الأساس بتاع الجودة. لأي مدى برضو مهم إنه ندرك إنه قيمة تقدم السودان من قيمة الجودة الحقيقية في مجالاتنا، وهذا ما نسعى إليه، تحسين الصورة الذهنية للخدمة المدنية بالسودان والقطاع الخاص، وإن كنا غير مسؤولين عن القطاع الخاص، ولكن جودة خدمة القطاع المدني ينعكس بالضرورة على القطاع الخاص. نحن الآن بصدد إنه نحسن الصورة الذهنية لأداء الخدمة المدنية من خلال وحدات التطوير الإداري والجودة، بتميزها في الأداء، تميزها في مخرجاتها عملياتها. هذا
يتطلب اهتمام كبير بجزء أساسي وعامل أساسي في الجودة، ألا وهو رضا العاملين على هذه الجودة. رضا العاملين لإنتاج منتج وتقديم خدمة متميزة هو الأهم. هذا الجانب الآن يكاد يكون غائب تماما في الخدمة المدنية. على سبيل المثال للحصر، إذا مسكنا جانب الترقيات فقط نجد هنالك شكاوي وقضايا مرفوعة الآن لدى المحاكم نتيجة تخطي للترقيات أو نتيجة محسوبيات تجاوزات، من يعمل لا يرقى ومن لا يعمل يرقى. في ظل هذا الوضع ماذا تتوقع أن يقدم لك هذا العامل؟ إذن نحن بحاجة ماسة لإرضاء العميل الداخلي وهو ما تركز عليه الجودة، العميل الداخلي والعميل الخارجي. إرضاء العميل الداخلي وهو العامل هو الأسس الأساس لإرضاء المتعاملين الكاستمرز. يا سلام دكتور التوم، وجودك مهم جدا معانا اليوم في صباح الشروق وعلى كل الروشتات اللي انت قدمتها للمشاهد الكريم، وذكرني ان الجودة معنى فضفاض، اي تخصص محتاج مننا نقف عنده عشان نضبط فيه الكثير ونبين فيه كثير من المعالم والتصحيح. حتى احنا قادرين جدا وجودك صباحا دكتور التوم. سيد احمد البطري استشاري للصحة والتطوير الاداري والتنمية البشرية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري، على حضورك صباحا، وإن شاء الله بإذن الله بالترتيب حنلتقيك في مساحات أخرى نقدر نفصل أكثر ونشرح. شكرا لكم، شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وصلنا رسالة للمجتمع السوداني ولقادة الخدمة المدنية، وأتمنى أن تكونوا حضورا غدا معنا في هذا الملتقى إن شاء الله. بإذن الله، كتر خيرك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. محطات تجولنا من خلالها على اختراع المواطن السوداني في مجالات مهمة في المجتمع، تكلمنا عن جهاز البلول للاستخلاص الكيماوي، كان أيضا حديث في عافية عن شلل الرعاشي، فصلنا فيه أكثر وبينا كثير من التفاصيل الممكن تكون غايبة عن المشاهد، وختاما باليوم العالمي للجودة وأهمية الجودة في حياتنا وللسودان أجمع، مع إضافة لكل تقاريرنا اللي قدمت من خلال صباح الشروق اللي رسمت صورة السودان الزاهية. شكرا لكرم المتابعة، شكرا لزملائي اللي قدموا ما عندهم من خلال صباح اليوم. حتى الملتقى، دمتم دائما في رعاية الرحيم، بكرة يتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. مع السلامة.